الشخص أن يدافع عن نفسه. تلي على لسان المقرر هذا اللجنة المصغرة نفى الأخ حسن تحت القبول اليوم، نسب إليه كلام ولم يقله، وبالتالي لم يتلى ولم نعطى المعلومات بهذه الإفادات ولا المناقشة في هذه المسألة، ثم يبرأ الجميع ويحكم عليه بسنتين. في هذه الحالة يحكم عليه بسنتين. دور مجلس النواب في هذه الحالة، أعضاء مجلس النواب المتعاطفين مع النائب، في عدد تعاطف معاه جيد، يعني عدد محترم، لا بالعكس، فقد طلب عدد من الزملاء أن يناقش التقرير. التقرير لم يعطينا تقرير ولم يعطينا إفادات ولم نراقب هذا القرار من الناحية القانونية والأصولية، هذه سابقة في تاريخ الأمر. سعادتك، هل القرار قابل للاستئناف؟ الأصل أن يطعن فيه لدى المحكمة الإدارية، اجتهادي أنا أن يطعن فيه لدى المحكمة، لأنه فيه خلل جسيم، خطأ جسيم، وذلك لم يصدر عن جهة مختصة. المخولة بهذا الأمر هي اللجنة القانونية. اللجنة القانونية تبرأت اليوم، عدد منهم تبرأوا أنهم شاركوا في هذا القرار. رأي رئيس اللجنة. ثم في خبرة، الخبرة هل يعقل الخبرة أن لا يطلع عليها المشتكى عليه؟ رئيس اللجنة القانونية ماله دوره.